ولمناقشه ملف غزه ينضم الينا الدكتور علي الاعور، استاذ النزاعات الاقليميه والدوليه عبر سكايب من القدس. دكتور علي، مرحبا بك معنا في هذه النشره. يعني بالامس اصدرت الامم المتحده قرارا، اهلا بك، دعا لوقف اطلاق النار في غزه، لكن الكل يعلم يعني انه قرار غير ملزم. اذا ما هي جدوى قرارات من هذا النوع اذا كانت غير قادره على تشكيل ضغط حقيقي على اسرائيل؟ نعم، بالتأكيد. أولا اسمح لي أن أوجه التحية لكم وتحياتي إلى السادة المشاهدين. بالتأكيد بعد الفيتو الأمريكي توجهت ربما فلسطين إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولكن الكل يعلم لا تأثير لهذا القرار ولا تأثير حتى لتصويت 153 دولة. من يستطيع أن يوقف الحرب ومن يستطيع أن يجرؤ أن يطالب نتنياهو بوقف الحرب؟ وبالتالي أنا بتقديري لا قيمة للتصويت يوم أمس، لأنه لا يمكن أن يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار أو حتى على الأقل هدنة إنسانية. ولكن دعنا نعود إلى الميدان وإلى المعطيات على الأرض وإلى أعداد القتلى في الجيش الإسرائيلي، هي التي ربما تؤثر على قرار نتنياهو وتفرض على نتنياهو معطيات جديدة، بالتالي يتجه نتنياهو إلى وقف إطلاق النار. إذن أعداد القتلى في الجيش الإسرائيلي تزداد يوما بعد يوم، والضباط الإسرائيليين، وبالتالي أصبح هناك ربما أرقام كبيرة جدا تصل إلى الجمهور الإسرائيلي. والجديد أيضا أن الجيش الإسرائيلي والناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي بدأ يتحدث عن أرقام حقيقية. لماذا؟ لأن المستشفيات أيضا بدأت تعطي أرقام للصحفيين والإعلاميين، وخوفا أيضا من توجه الجمهور الإسرائيلي إلى إعلام حماس وإعلام المقاومة، وبالتالي يبدأ عدم الثقة في الإعلام الإسرائيلي. ولكن هل الأعداد التي تزداد يوما بعد يوم من القتلى في الجيش الإسرائيلي من ضباط وجنود، هل تؤثر على سير المعركة؟ هل تؤثر على وقف إطلاق النار؟ هل ربما تجبر نتنياهو على وقف إطلاق النار؟ أنا بتقديري نعم، هذه الأعداد سوف تجبر نتنياهو في النهاية لدراسة الوضع الأمني، وبالتالي ربما يتجه نتنياهو إلى طلب هدنة من الوسطاء المصريين والقطريين. دكتور علي، أشرت إلى أنه من يجرؤ على الطلب من نتنياهو لوقف الحرب، ولكن هنالك حديث أيضا عن ضغوط أمريكية على نتنياهو وتحذيرات لتل أبيب من فقدانها الدعم حتى من الدول المؤيدة لها. يعني ما التأثير المتوقع لهذا التطور على موقف إسرائيل المتشدد، إضافة إلى ما ذكرت المعارك المستمرة والخسائر إسرائيل في القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين؟ وهل يمكن أن يؤثر هذا الضغط من جانب واشنطن في موقف الشارع الإسرائيلي؟ نعم، بالتأكيد هذه نقطة مهمة ونقطة مركزية، لأنها تصريحات بايدن يوم أمس. لماذا جاءت تصريحات بايدن بهذا التوقيت؟ لماذا صرح بايدن بهذه اللغة وبهذا الأسلوب؟ أنا بتقديري كان هناك نوع من الأوردر، أمر لنتنياهو، قدم له مطلبين. المطلب الأول قال له نتنياهو عليك أن تغير حكومتك. هذا شيء ليس ربما من باب النصيحة وإنما من باب الأمر، على اعتبار أن حكومة نتنياهو بها وزراء متطرفين من اليمين المتطرف، وبالتالي هذا لا يمكن أن يساعد بايدن ولا يمكن أن يوفر الغطاء الشرعي لبايدن وأوروبا في دعمها لإسرائيل. إذا بايدن أراد أن يوفر الدعم الأوروبي والأمريكي لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة من خلال تغيير هذه الحكومة. أما المطلب الثاني، دعا بايدن نتنياهو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلى الاعتراف بحل الدولتين، وقال له نتنياهو عليك من اليوم فصاعدا أن تقر وتعترف برؤية حل الدولتين وبقرارات الشرعية الدولية. إذن هذا معناه تطور خطير، هذا انحراف في البوصلة تجاه رغم هذا التطور الخطير الذي أشرت إليه وإعلان بايدن والطلب من نتنياهو الاعتراف بحل الدولتين، ولكن وزير المالية الإسرائيلي بين قوسين المتطرف يعني قالها صراحة يعني إن حل الدولتين انتحار سياسي. إذن ما جدوى تصريحات الأمريكية، تصريحات بايدن أو كذلك تصريحات بلينكين حول حل الدولتين والمجتمع الدولي، ولو أن الكل يعلم أن المجتمع الدولي يعني أمريكا؟ نعم بالتأكيد، ولكن السؤال المهم، من يصنع القرار في إسرائيل؟ من يصنع القرار؟ من يقرر في تل أبيب؟ من هو صاحب القرار؟ هل هو سموتريتش وزير المالية؟
أم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود العملية العسكرية، الرئيس الأمريكي جو بايدن يقود العملية العسكرية من البيت الأبيض، يقدم الدعم المالي والسلاح 14 مليار دولار الآن على طاولة الكونغرس للمصادقة عليها مساعدة لإسرائيل، القنابل والمقذوفات والدبابات وناقلات الجند كلها أسلحة أمريكية لدعم إسرائيل في عدوانها على غزة. 18 ألف شهيد أخي الكريم، بينهم 10,000 من أطفال غزة شهداء تحت الركام يتم انتشالهم جثث محروقة. إذن الآن سموتريتش هذا بروباغندا إعلام استهلاك محلي من أجل الحفاظ على شعبيته، لأن الحملة الانتخابية بدأت في تل أبيب وتنتظر اليوم الذي يلي الحرب، the day after the war، يعني أنت بتخلص الحرب، الحملة الانتخابية بدأت من اليوم، وبالتالي التوجه إلى انتخابات، وبالتالي 7 أكتوبر هو نقطة تحول في تاريخ إسرائيل، هو نقطة تحول في المشهد السياسي في إسرائيل وفي الخارطة السياسية في إسرائيل. وبالتالي بايدن نعم هو الذي يملك القرار، بايدن هو الذي يقرر إذا كان حل الدولتين، ولكن عندما يتم طرح حل الدولتين أخي الكريم هذا ليس معناه أنه بكرة بيكون في حل دولتين وانتهى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وانتهت القضية الفلسطينية، لا، يكفي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن يقول لنتنياهو عليك أن تقر وتعترف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، عليك أن تعترف بالدولة الفلسطينية، وأن حل الدولتين هو الحل الأمثل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. انظر أخي الكريم، منذ اتفاقيات أبراهام ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يغنون ويرقصون ويطبلون في دول الخليج، واتفاقيات أبراهام والمفاوضات بين الرياض وبين تل أبيب برعاية أمريكية، وتهميش للشعب الفلسطيني، تهميش للقضية الفلسطينية. طيب. جاءت 7 أكتوبر لكي تؤكد للعالم أجمع وتؤكد لبايدن ونتنياهو ودول الخليج ومن أراد التطبيع ومن يريد التطبيع ومن مشى في التطبيع ومن ركب قطار التطبيع أن الشعب الفلسطيني حي لا يموت، القضية الفلسطينية لا يمكن أن تنتهي، القضية الفلسطينية هي مركز الصراع في الشرق الأوسط، وبالتالي من يريد الأمن والأمان والسلام ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل في العالم كله يجب أن يقر ويعترف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. بالضبط. طيب في مقابل الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل، يعني نلاحظ في الجانب الآخر مواقف دول أخرى مثل روسيا والصين تندد بالحرب في غزة وتعرب عن قلقها، لكنها لا تتخذ ما يلزم من الناحية العملية، يعني متى يمكن لهذه الدول أن تخرج من طور التنديد والقلق؟ أخي الكريم، الشوارع لا تصنع القرار والمظاهرات لا تصنع القرار، بريطانيا 500,000 بريطاني خرج في شوارع لندن، ماذا فعلوا؟ لم يحركوا ساكن. سوناك ما زال يدعم العملية العسكرية ضد قطاع غزة وما زال يدعم قتل أطفال غزة، واليوم إعلام إسرائيلي، يعني مش إعلام عربي ولا إعلام فلسطيني، إعلام إسرائيلي، صحافة إسرائيلية تقول بأن الجيش البريطاني يقاتل في الميدان ضد أبناء غزة، والطائرات البريطانية وطائرة الاستطلاع وطائرات استكشاف وقوات بريطانية من النخبة في قطاع غزة. ايضا بالنسبه الى المانيا، المانيا تدعم وتقدم السلاح الى اسرائيل، فرنسا، وبالتالي اخي الكريم الدول الاوروبيه، الاتحاد الاوروبي، هذه الدول الحقيره التي كانت تكذب علينا 75 عام وتتشدق علينا بالديمقراطيه وقيم الانسان وحقوق الانسان، هذول كلهم كذابين. هؤلاء جاءت 7 أكتوبر لكي تكشف القناع وتزيل القناع عن وجوههم، لا عندهم حقوق إنسان ولا عندهم قانون دول إنساني، يعني هم فقط يؤمنون بأن إسرائيل يجب أن تبقى. بايدن ماذا قال؟ قال لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها، يعني بدنا ندعم إسرائيل وبدنا نقوي إسرائيل وبدنا نحمي إسرائيل. ماذا قال يوم أمس؟ قال إن إسرائيل على المحك. وبالتالي عندما سألوه في البيت الأبيض كيف الآن تأمر نتنياهو، وأؤكد لك أن أسلوب بايدن يوم أمس كان أسلوب أمر أوردر، مش أنه بيطلب منه ولا بينصحه، وبالتالي قال أريد أن أحافظ على إسرائيل، أريد أن أحمي إسرائيل، أريد أن أحمي الشعب اليهودي والدولة اليهودية. طالما يعني بايدن يصدر الأوامر لنتنياهو، إذن في أي إطار أو سياق يمكن أن نضع تهديدات نتنياهو لنقل الحرب إلى الضفة الغربية من غزة والحرب على السلطة الفلسطينية؟ نعم، دعني أخي الكريم بس أكمل هذه النقطة. طيب. النقطة المهمة جدا، لماذا بايدن يريد من خلال تصريحاته أن يحمي إسرائيل؟ قال أريد أن أوفر الدعم الشرعي والدعم الأوروبي والأمريكي ودعم العالم لإسرائيل، لأنه لا يمكن
في ظل هذه الحكومة التي يوجد فيها متطرفين أن أوفر الدعم الشرعي والدعم الأوروبي والأمريكي إلى تل أبيب. أما إلى سؤالك الكريم أخي الكريم، أنا بتقديري أن نتنياهو للاستهلاك المحلي للإعلام، نتنياهو يعلم جيدا أنه خارج المشهد السياسي، وفي اليوم الذي تنتهي فيه الحرب، اليوم التالي للحرب مباشرة، نتنياهو تنتظر لجنة التحقيق، تنتظر المحكمة. في شهر يناير 4 جلسات لمحاكمة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وبالتالي الرئيس الأمريكي بايدن يعلم جيدا الوضع الأمني والسياسي والوضع العملياتي في قطاع غزة، يعلم جيدا أن هناك كل يوم أعداد كبيرة من الجيش الإسرائيلي يقتل، وهناك الجنازات وهناك الجنود وهناك الضباط. يوم أمس واليوم أكثر من 10 جنود وضباط، منهم ضابط برتبة لواء احتياط وضابط برتبة قائد كتيبة 13 في لواء جولاني. أتعلم أخي الكريم والمشاهدين الكرام ما معنى لواء جولاني أو لواء جولاني في إسرائيل؟ هم النخب العسكرية، لواء جبعاتي هم النخب العسكرية. وبالتالي هناك خسارة الآن على الأرض. بايدن يريد أن يحمي إسرائيل، بايدن يريد أن يوفر الغطاء الشرعي لإسرائيل، وبالتالي أراد أن يأمر نتنياهو ويطرح أيضا حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أكثر من 67 يوم أخي الكريم وإسرائيل لم تحقق أي إنجاز على الأرض، لم تحقق أي انتصار. نتنياهو وضع كل العملية العسكرية وقتل 18,000 شهيد فلسطيني، ودمر مدن في قطاع غزة، بيت حنون تم تدميرها، بيت لاهية مسحت عن الأرض، الشجاعية، حي الزيتون، خان يونس، دير البلح، وبقي هدفه رأس يحيى السنوار. تخيل أخي الكريم أن نتنياهو حصر أهدافه العسكرية بعملية عسكرية، دمر كل قطاع غزة، يريد يحيى السنوار حيا أو ميتا. وبالتالي أنا بتقدير أن نتنياهو مهزوم ولم يعد أمامه أي هدف ولا انتصار يعود به إلى تل أبيب. نعم، الدكتور علي العور أستاذ النزاعات الإقليمية والدولية، كنت معنا عبر سكايب من القدس، شكرا جزيلا لك.